مرحبا بكم أصدقائي في هذا الفيديو. أول خطوة لدينا بعد أن نصل للغابة هي أن نبحث عن الطعام، وأنا أبحث من حسن ظني أني وجدت عش لعصفور. لا أدري هل هذا مسموح للطبيعة أم لا، لكن للضرورة أحكام. صراحة لا أدري أين وجدته بالضبط، لكنه في هذا المحور، سيكون في مكان ما هنا لابد. هنا 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 أظن هو لا أدري هل هم بصحة جيدة. يبدو لي أن واحدة قد كسرت. سنحفر حفرة هنا. يجب أن نستغل الوقت بينما النار تشتعل. سنقشر البطاطا. سنشوي البيض في هذه المقلاة. لذيذ، إنه طعام شهي. أول خطوة لبناء منزل هو تنظيف المكان. لقد نظفته قليلا. يبدو قويا. تصبحون على خير.